بسم الله ما شاء الله. انا اسف لو كنت جيت من غير ميعاد، بس الوقت كان وحشني وكان نفسي اشوفه. انت تيجي في اي وقت يا حسين، ده ابنك زي ما هو ابني. شكرا. حسام، انت مش حاسس انه ملزوم منك وانك المفروض تبتدي تصرف عليه؟ انت بتتكلمي زي ما اكون يعني انا بخيل ولا مش عايز اصرف على ابني. انا عرضت عليكي بدل المره 1000، انت اللي بترفضي. انت عايز تصرف عليه من فلوس حرام؟ مش لما تبعد عن سكه الشيطان اللي اسمه دياب الاول؟ يا ايمان، قلت لك 100 مره السكه دي اتفرضت عليا، انا ما اخترتهاش بارادتي. مفيش حاجه اسمها كده. انت بجد عايز تصرف عليه من فلوس حرام؟ من دم ناس؟ انت ممكن تغير طريقك. بص يا ايمان، ساعات بيبقى في سكك رايح بس مش رايح جاي، وان واي زي ما بيقولوا، الرجوع فيها معناها نهايه البني ادم، وانا لسه قدامي حاجات كتير قوي. ولا انت عايزه تخلصي مني؟ الو، ايه يا شواطفي؟ بتقول ايه؟ جهه سياديه ايه دي اللي تاخد الارض؟ يعني ايه جهه سياديه؟ قاضت ايه اللي يهدوها؟ انت مجنون؟ ارمي نفسك قدام اللوطه. سبت الارض؟ الله يخرب بيتك يا شواطفي يا ابن الكلب. اهلا وسهلا مستر الاربين، منور. اتفضل اتفضل يا انسه ديدي، بيتكم ومطرحكم. بصراحه يا حسام بدي هنيك على ذوقك الحلو، كتير حلو الفيلا. هو الحقيقه مش ذوقي، ذوق الحكومه المدام يعني. بيظهر الحكومه عندكم ذوقها جميل قوي. مش اختارتني يبقى ذوقها جميل يا مستر الاربين. بهيدي معك حق. طيب وين المدام لنشكرها؟ مامتها تعبانه شويه، قالت تقعد معاها. معلش هي بتعتذر وانا بعتذر بالنيابه عنها. منورين ومشرفين. ماشي اريان مع مستر الاربين. ها بونجور. عايزك تدلعهم اخر دلع، ما يغيبوش عن عينيك. اتفضل يا فندم، شرفنا النهارده. اتفضل اتفضل. يعني ايه ما تقدرش؟ هو انا بكلم اي حد؟ ده انت سيادتك اهم واحد في الحكومه. ايه؟ ايه حكايه جهه سياديه اللي انتوا ماسكين فيها دي؟ انا اسف، انا اسف يا باشا. تمام، داخل علينا دلوقتي. انت متاكد ان ده اللي خد ارضكم؟ اه هو. محمد
مالكش دعوه باخويا دياب. انا قدامك لو عاوز تموتني موتني. هقتله زي ما قتلت اخويا جابر في الاول. فاكر؟ فاكر يا ولد الهلالي؟ فاكر 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 يا دياب فاكر. وانا قدامك اهو. انت عايز تعمله اعمله فيا انا. مالكش دعوه باخويا. عايز تموتني؟ أنا قدامك أهو موتني. هقتلك يا ولد الهلالي. هقتلك لو كان اخر يوم في عمري. هقتلك هقتلك يا ولد. رح احكي المحامي تبعي. انتوا غلطانين. بص على صباعي كده شوفوا رايح في عينين اتجاه. انا مش شايف حاجه ولا حتى بصيص نور. انا مش شايف غير ستاره سودة. واضح ان الحادثه اثرت على العصب البصري. طب والعمل يا دكتور؟ احتمال تتحسن مع الوقت. يعني ممكن اشوف تاني؟ احتمال. وفي احتمال تاني ان الحاله تفضل زي ما هي. وفي الحاله دي. في الحالة دي ايه يا دكتور؟ في الحالة دي بقى نحمد ربنا انها جت على قد كده. يعني ايه؟ يعني انا هعيش اعمى بقيت عمري؟ اهدي نفسك يا ستار. اهدي نفسي ازاي؟ اهدي نفسي ازاي وانا تعميت؟ انا تعميت! شاهندي! شاهندي! على اذنكم. ايوه يا طاهر. خليكي جنبي يا شهندة. ما تسيبينيش. لحد امتى يا طاهر؟ يعني ايه؟ يعني انا طلبت منك اننا ننفصل قبل كده في هدوء وانت اللي رفضت يا طاهر. معقوله؟ معقوله يا شهندة؟ بقى ده وقت الكلام ده؟ انا شايفه انه وقته، بس هو ممكن يكون مش وقته من وجهه نظرك. نظري؟ واني عاطفة يا نظر؟ أنا اتعميت يا شاهندة. اتعميت. قول الحمد لله. يمكن يكون ربنا حرمك من نعمة البصر عشان تكفر عن اللي انت عملته. انت ليه بتقولي كده؟ انت عارف يا طاهر ان انا ما حبيتكش. انا ما كدبتش عليك وقلت لك ان انا اتجوزتك عشان تحميني انا وابني. بس للأسف انت دلوقتي حتى مش هتعرف تحمي نفسك. اخص عليك يا شهندة. اخص بقى بعد كل اللي عملته معاكي بتبهيني؟ اما انت صحيح خاينة. انا ما خنتكش يا طاهر وانت عارف ان انا ما خنتكش. انت اللي خنتني وكدبت علي وانت عارف كده كويس. انا مستعد ابطل تجارة السلاح بس انت خليكي جنبي. هانم وبناتك اولى دلوقتي يكونوا جنبك يا طاهر. انت قسيت عليهم وانت بصحتك. بلاش تقسى عليهم تاني. انت محتاجهم دلوقتي وهم بيحبوك قوي. انا في بيت ماما لحد ما تبعتلي ورقة طلاقي. استنى. انت حامل مني ومش هينفع تمشي من هنا.
عشان ابني اللي في بطنك. أول ما خلفه يا طاهر هتشوفه زي ما أنت عايز. أشوفه؟ أشوفه إزاي؟ أشوفه إزاي بعد ما اتعميت؟ بقى يا رب الواد الحيلة اللي كنت بتمناه من الدنيا لما هيجي مش هعرف اشوفه. ليه؟ ليه يا رب تعمل فيا كده؟ هدي نفسك يا ستار. شهندي دي مشيت. مشيت ازاي؟ مشيت ازاي انا شمم ريحتها؟ معقولة تسيبني في الظروف دي؟ ما تقلقش يا اخويا اني جنبك. انا عايز كامل، هاتولي كامل. انا كلمته وجاي في السكة. ايه ده انت بس اللي يطق لك عرق تروح فيه؟ يا ريتني كنت مت، يا ريتني كنت مت ولا عشت لليوم ده. يا ريتني كنت مت ولا عشت لليوم ده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت ايه اللي جابك؟ مش كفاية اللي جرالنا بسببك؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ سيبيه يا ماما. انت ايه اللي بينك وبين اللي ورفعت يا حسين؟ اللي ورفعت هو القشة اللي قطمت ظهري بعد ألم أمك اللي فوقني. مستغربة؟ ألمك فوقني يا ماما. يوم ما مشيت من عندك وأنا هتجنن. مش مصدق انك مديتي ايدك عليا. صعبان عليا منك قوي. ماشي الدنيا بتلف بيا. جالي تليفون قالوا لي ان حامد اتقبض عليه واعترف انه شهد عليا زور. ابنك بريء يا ماما، ابنك بريء. تستغربيش كرامتي رجعت لي تاني يا ماما. اتصلوا بيا من الداخلية عن طريق سيادة اللواء ورفعت وطلبوا مني ان ارجع الخدمة. مش هضحك عليك يا محمد. اسيب لهم البيت؟ اسيب مين؟ اسيب البيت؟ انا لازم انقذ البيت. دي اخر حاجة من ريحة اخويا الله يرحمه معتز. نورتوني يا عرايس. ده نورك يا طنط، ميرسي. قولي لي بقى، امرتك البنوتة الحلوة ما جاتش معاكي ليه؟ وديناها عند ماما قبل ما نيجي علشان نقعد معاكي على رواقة. لا مالكيش حق يا ايمان، دي بنت لذيذة قوي، ده انا بموت فيها. والله ربنا يعلم هي بتحب حضرتك قد ايه. ربنا يخليها لك ويحفظها لك يا رب. اقوم بقى اجيب لكم الجاتو والشاي عشان محضره كل حاجه. لا من فضلك اسمحي لي انا نروح اعمل. لا ما يصحش يا ماما. ايمان ما بقتش غريبه، بقت واحده مننا. اكيد يا حبيبي، والله ربنا عالم غلاوتها عندي قد ايه. يبقى خلاص بقى اسمحي لي اروح اعمل. خلاص يا حبيبتي براحتك. مالك يا حسام؟ سرحان في ايه حبيبي؟ يا فندم يا ماما، معلش يا ماما سامحيني، ضغط الشغل، ضغط الشغل مخليني دماغي مش فيا، واليومين الجايين دول عندي عمليتين مستقبلي كله متوقف عليهم. ادعي لي ربنا يكرمني. ربنا يكرمك يا حبيبي ويوفقك وينوي لك كل اللي في بالك. ما تخافش يا حسام، انت بتعرف ربنا وبتتقي الله في كل اللي بتعمله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما تخافش، ما تخافش من حاجة خالص. سلام يا منصور. ألف مبروك يا طاهر، ألف مبروك. يعني بجديه بيقولنا ظهر ان انت تسدوا عليه. كله من خيرك يا سيدي ياب. يعني انت جديه يا طاهر؟ بقيت نايف في المجلس زي عمي صادق بيه؟ يعني يا ست حكمت حاجة زي كده. تستاهل كل خير يا طاهر. الله يبارك فيك يا ست حكمت. بس انتوا لازم تعرفوا انني مهما كبرت لا ممكن اكبر عليكم ابدا. ده انتوا الخير والبركة والعين ما تعلاش على الحاجب. فيك الخير يا طاهر. وحدان مالك مسهم كده ليه؟ ابدا يا سيدي، بس
بلغني من ناسنا في الصعيد ان في حد بيبيع سلاح، وفي عائلات كتير بتشتري منيه باسعار اقل من اسعارنا بكتير. هو مين ده؟ ايه ايه، هو في حد يستجري يبيع حته سلاح واحده في المنطقه من غير اذنني؟ مين المأسوف على عمره ده؟ دول اتنين يا طاهر، اتنين، واحد اسمه البوب والتاني اسمه لعلو. البوب ولعلو دول رجالة حسام. رجالة حسام؟ يبقى ودي الهلال بيلعب من ورانا. ما هو جايز هم اللي ولاد حرام وبيلعبوا من وراه يا سيديان. هم مين دول اللي بيلعبوا من وراه؟ هو اللي بيلعب من وراك وبيستخفلكم ومسرح رجالته بالبضاعة. قلت لك قبل سابك اقتله، رحت حطيت يدك بيده وكبرته لغاية ما بيجي ينهش فيك. اهو كل يوم عن يوم بيكبر لحد ما هيجي اليوم اللي مش هتقدر عليه. الف مبروك يا ايمان، والله العظيم فرحت لك من كل قلبي. المحل ملوش طعم من غيرك. الله يبارك فيك يا حبيبتي وعقبال قال ولادك. يلا احكي لي بقى يا عروس، حسام عامل معاكي ايه؟ حسام يجنن، بيعملني انا وملك احسن معامله، انت مش فاهمه احنا يعني ازاي. طب وايه رايه في نزولك للكوافير؟ عادي مفيش اي حاجه، ما جابليش سيره اصلا. سالني انت امتى نازله المحل، قلت له نازله النهارده. شوفي حنين عليكي ازاي، مش عايز يحرمك من الحاجه اللي بتحبيها. الحمد لله يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت ازاي يا مرات المرحومه اخويا تروح تتجوزي من ورانا؟ انت اتجننت؟ انت دلوقتي صوتك وانت بتتكلم معايا جاي يا منير؟ انت داخل بزعبيبك يا اخويا بدل ما تقول لها مبروك. ايوه يا اختي اعملوهم عليا، ما انا عارف كنت الجوز الرصين في طاقيه. احترم نفسك يا منير. انا برضه لا احترم نفسي، والله عيال يعملوها ويخيلوا. وهي كانت عملت لك ايه يا اخويا عشان تتحجم عليها كده؟ راحت اتجوزت من ورانا وراحت جابت جوز ام لبنت اخويا معتز الله يرحمه. انا ما اسمحلكش انك تتكلم معايا بالاسلوب ده، واحب اعرفك ان الراجل اللي انا متجوزاه راجل محترم وجوزي على سنه الله ورسوله، ودي حياتي وانا حره فيها وانت مالكش اي دعوه بيها. اتفضل اطلع بره. انت بتطرديني؟ بتطرديني عشان بتكلم في مصلحه بنتك؟ طب ايه رايك بقى؟ انا مش موافق ان بنت اخويا الله يرحمه تعيش مع راجل غريب، وهرفع عليك يا قضيه، قضيه ضم حضانه البنت لينا، وهحرمك منها، وبكره تشوفي وريني بقى ازاي هتشفطي بطنك وتعاد. اعلى ما في خيلك اركب يا منير. انا خيال قوي وبركب خيل حلو قوي، وبكره تشوفي. سلام. غور غور خدتك الغم غمات، ضيعت علينا فرحتنا. عاجبك اللي هو عامله فيا ده؟ معلش يا منى امسحيها فيا، ما انت عارفه منير اخويا يطلع يطلع وينزل على ما فيش. هو ليه مش عايز يسيبنا في حالنا؟ هو ممكن ياخد مالك مني بجد؟ لا يا حبيبتي ما تخافيش، بنتك في حضنك، محدش يقدر ياخدها منك. ايه يا بنتي؟ ايه يا بنتي خيالتيني؟ في ايه؟ بصراحه ماما عايزه اتكلم معاكي في حاجه. طب اتعودي اتكلمي. انا جالي عريس. عريس؟ ايه يا ماما اتخضيتي كده ليه؟ انا لسه في عز شبابي ومن حقي انا اتجوز. ايوه طبعا يا بنتي من حقك، بس لازم تفكري في ابنك، مش يمكن يا شاهين ده ترجعي لساهر طليق. ساهر ده صفحه وانتهت من حياتي يا ماما خالص، وارجوكي ما تجيبيليش سيرته تاني. ومين بقى العريس اللي متقدم لك ده؟ يعني حد اعرفه؟ متهيألي يعني ان حضرتك شفتيه مره او مرتين قبل كده. ما انا شفت ناس كتير مره مرتين، مين فيهم يعني؟ طاهر المصطهي. مصطهي ده ايه؟ مصطهي يا نهار اسود، المصطهي الواد المخبر اللي كان بيشتغل مع اخوك حسام. يا بنت ده لا شهاده ولا علام ولا اي حاجه، انت اتجننتي. ده كان زمان يا ماما، دلوقتي طاهر اتغير خالص وحضرتك شفتيه بنفسك. يعني ايه؟ ايه اللي اتغير فيه؟ استحمى، نظف، لبس بدله؟ الفلوس ما بتغيرش بني ادم يا شاهد. بس للاسف في زماننا ده بتقويه وبتعمل له سعر، وهو بقى نائب في البرلمان وبقى له نفوذ ومكانه في المجتمع. يا دي النايبه، النايب قال ده ايه النايبه السوداء اللي انا فيها دي؟ انت بتتكلمي جد؟ ايوه يا ماما، انا محتاجه ظهر وسند اناوبني في الفتره دي من طليقي ساهر، وطاهر هو اللي وقف جنبي ورجع لي ابني اللي اتخطف، ولولاه كان زمان قلبي محروق على ابني لحد دلوقتي، ده حتى اخواتي ما عملوهاش. يا دي المصيبه، كلامك بيحسسني انك انت خلاص مقتنعه بيه وبتفكري فيه فعلا وهتوافقي عليه. ايوه يا ماما انا موافقه. يعني انت يا شاهين ده عاوزه تقنعيني انك اقتنعتي بيه خلاص ولحقتي تحبيه؟ احبه ايه يا ماما؟ المهم هو يحبني.
ما انا حبيت قبل كده وطلعت غلطان. تعالي بقى اعكسها المره دي، يمكن اطلع انا اللي صح. الصح صح والغلط غلط. انتي داخله على جوره نار.